السادسة عشرة وما اسمه؟ يقولون أن اسمه محمد بن القاسم بن محمد يا سيدي. إنه هو محمد بن القاسم. نبوءة تلوح في البحور، هواجس عن فارس تدور، تحومك السقوط وجيشنا المقهور معلق بمخالب النسور. نبوءة ستهدم القديم، نار ونحن تحتها هشيم. نبوءة مخيفة تلوح كالقذيفة تهوي بأمجادي إلى الجحيم. إلهنا شوك المقدس المتين يا رأس هذا الدين، فلتضرب الغازي بسهم البرق أو تدفع الإعصار في طريقي لا فرق. فلتجعل الدماء تروي الأرض كالأنهار ولتجعل السماء تمطر الأحجار ثم النار، ولتجعل الناجين من براثم الدمار يتذرعون إليك في انكسار الله أكبر.